الطريقة الثانية هي الأسوشيتيف مابينج. هذه الطريقة ما تمتلك قانون، أي بلوك ممكن أن يحمل إلى أي سلوت. main memory block can be loaded into any slot، يعني ممكن يجي بلوك 0 يذهب إلى سلوت 0 1 وأي واحد من 128 بلوك سلوت، ونفس الحالة بالنسبة لبقية البلوكس. القوانين أيضا نفس الحالة، الكاش سايز هو 1 كيلو بمعنى 2 أس 10، والمين ميموري 64 كيلو يعني 2 أس 16. البلوك أو السلوت سايز هو 8 بايتس يعني 2 أس 3، وحجم الكاش أيضا يحسب بنفس الطريقة، فيطلع لي عدد السلوتس في الكاش هي حجم الكاش على السلوت سايز، ويطلع 128. وعدد البلوكس أيضا هي 8 كيلو أو 8192، نفس القيم السابقة لأن هي فنفس القوانين. الاختلاف بالرسم، ما راح يكون عندنا قانون للمود، فممكن نرسم يعني البلوك زيرو يتجه إلى سلوت زيرو واحد وإلى جميع السلوتس اللي موجودة في الكاش، ونفس الحالة بلوك وان ممكن يتجه إلى السلوت 0 و1 وهكذا. أي بمعنى كل بلوك ممكن يتجه إلى أي واحد من السلوتس اللي موجودة في الكاش. إذا نجي للمين ميموري أدريس اللي يتكون من جزئين، راح يعنون جزء هو طبعا 16 بت مثل السابق، 16 بت حجم العنوان لأن حجم الذاكرة هي 64 كيلو، فجزء اللي هو 3 بيتس الأولى تعنون الوورد لأن حجم هذا البلوك أو السلوت هو 8 بايت، فيحتاج 3 بت لأن 2 الأس 3 هي 8. الجزء الباقي من العنوان هو التاج، فراح يتكون من 13 بت أو 13 بت لأن ما بعد عندنا سلوت حتى نعنونه. هو البلوك، أي بلوك من البلوكس الموجودة ممكن يتجه إلى أي سلوت، فالتاج 13 بت يعني 2 أس 13 هي 8 كيلو، إذا هي number of blocks that can map in each slot in different to each slot in different times. يعني عدد البلوكس اللي ممكن تعنون إلى أي سلوت من هذه السلوتس اللي تابعة للكاش ميموري هي 8 كيلو أو 8192، بمعنى أنه السلوت زيرو كم بلوك ممكن أن يعنون أو يوضع داخله خلال أوقات مختلفة، طبعا ما في الوقت الواحد، فممكن جميع هذه البلوكس ممكن أن تتوضع في السلوت زيرو، وممكن أيضا جميع هذه البلوكس توضع في سلوت 1 وهكذا. ممكن أي بلوك يوضع في أي سلوت، بمعنى عندي 8 كيلو أو 8192 بلوك ممكن يوضع في السلوت 1 في أوقات مختلفة. الطريقة الثالثة هي Set Associative، هي خليط من الطريقة الأولى والثانية، طبعا تمتلك قانون. هذه الطريقة أيضا تقسم كاش ميموري إلى سلوتس و المين إلى البلوكس، لكن أيضا تقسم الكاش بالإضافة للسلوتس إلى سيتس مجاميع. راح نشوف بالرسم، عادة يرمز للسيت بالرمز I و J للسلوتس اللي داخل السيت، وعندي قانونين راح نجي نفصلهم. إذا نلاحظ الرسم، هذه هي الست الواحدة set 0 1 إلى 63، كل set تمتلك مجموعة من slots، ما بالضرورة أنه لازم يكون عدد slots 2، لا، حسب المعطيات في السؤال، ممكن أنه يكون 4، ممكن أنه يكون 1، ممكن أنه 2 أو 8 حسب المعطيات اللي عندي في السؤال. فعدد السيتس يعتمد طبعا على حجم الكاش، وعدد السلوتس داخل السيت أيضا يعتمد، يعني واحد يعتمد على الآخر لأن هي محدودة. إذا كانت حجم الكاش 1 كيلو ومحددة ب2 سيت، فأكيد عدد السلوت ممكن نوجده
من المعطيات اللي عندي في السؤال، وتبقى المين ميموري والبلوكس مالتها بشكلها one dimensional array، لكن هذه تبدو وكأنه هي أصبحت 2 dimension أو أكثر من dimension في الست الواحدة. نفس القيم اللي كانت بالمثال السابق، أيضا نحسب الكاش سايز اللي هو 2 أس 10، والمين ميموري سايز اللي هي 64 كيلو بمعنى 2 أس 16، ونفس الحالة بلوك سايز أو السلوت هو 8 بايت أو 2 أس 3، وأيضا نحسب number of slots في الكاش و number of blocks in main memory بنفس الطريقة. فواحد راح يكون عندي 128 سلوت في الكاش، والآخر 8192 بلوك في main memory. لكن الإضافة اللي حصلت أنه عندي الآن مجموعة من السيتس. إذا نلاحظ بالرسم، لازم يكون واحد من المعلومات موجود. هذا القانون لازم يكون 2 من المجاهيل موجود عندي. فالسي معلوم الآن اللي هي 128، وعلى فرض أنه كان أعطاني عدد السيتس، مثلا قال لي أنه هي 64، فأنا ممكن بسهولة أوجد السلوتس اللي موجودة داخل الست الواحدة بالقسمة. أو إذا كان هذا مجهول وهذا معلوم، ممكن أيضا أن أوجده، لأن السي هي عدد السلوتس في الكاش ميموري، وهذا واضح من الرسم. يعني أنا إذا عندي 128 سلوت و64 سيت، فراح أقسم 128 على 64، يطلع لي 2، بمعنى الاثنين هي كم سلوت في السيت الواحدة، فهو 2. فأرجع للقوانين، القانون يقول C يساوي I في J. الآي هو عدد السيتس الكلي، والجي هو عدد السلوت في السيت الواحدة. ما معلوم مثلا كان عندي الجي، راح أقسم سي اللي هي 128 على آي اللي هو عدد السيتس، يعني على 64، فيطلع 2. ف number of slots in each set، في السيت الواحدة تمتلك 2 سلوت. القانون الآخر يقول الكي يساوي الكي القانون A modulo I. الكي هو الكاش سيت نمبر، يعني النتيجة من عملية المود راح تعطيني رقم السيت وليس رقم السلوت. بمعنى هذا البلوك بالرسم، هذا البلوك 0 إلى أي سيت راح يتجه، سيت 0، سيت 1، سيت 3 2 3، وهكذا. ما راح يعطيني رقم السلوت مثل الطريقة الأولى. لما أعمل مود لرقم البلوك على عدد السلوتس على عدد السيتس، فيعطيني رقم السيت. فالقانون يقول كي اللي هو الكاش سيت نمبر، يعني نتيجة المود هي رقم السيت، يساوي A اللي هو رقم البلوك مثل ما ذكرنا سابقا، مود الآي. الآي هو عدد السيتس اللي موجودة في الكاش، واللي هي بالنسبة لنا 64 بهذا المثال. فالسي 128 والآي هي 64 والجي هي 2. وناخذ أمثلة، لو كان مثلا 0 هو رقم البلوك، مود 64 فهو 0 الناتج، يعني باقي القسمة. فصحيح أنه البلوك 0 يتجه إلى السيت رقم 0. زين، إذا إلى أي سلوت يتجه هذا البلوك؟ وما راح يكون موجود في 2 سلوت في نفس الوقت، يا يعني إما يتوضع أو يقعد في السلوت 0 أو 1. يشوف أي هو الفري، يعني لو كان هذا أبل نط فري أو بينه معلومات، فيوضع في السلوت 1، ولو كان هذا هو فري فيوضع في السلوت 0، وهكذا. إذا هو يجد أي السلوتس اللي هي فارغة ويخلي يضع المعلومات. أيضا إذا كان هو البلوك رقم 1 مود 64 أيضا 1، إذا أيضا البلوك 1 يتجه إلى السيت رقم 1، وهكذا. 2 مود 64 2، إلى أن نصل ال 63 مود ال 64 هو 63 أيضا، يعني البلوك 63 يتجه إلى السيت 63 ويوضع في أحد السلوس إذا كان أحدها فارغ.
بعدين نصل للأربعة وستين، مو الأربعة وستين زيرو، بمعنى من نصل للأربعة وستين راح نرجع مرتلخ إلى السيت رقم زيرو، مثل حالة الدايركت مابينج في الحالة الأولى، أنه يرجع من جديد على البداية. الخمسة وستين أيضا تتجه إلى السيت ون، وهكذا، لأن الخمسة وستين مود أربعة وستين هي واحد، وتستمر العملية. فهي تشابه الحالة الأولى من ناحية أنه البلوك يتجه إلى سيت معينة، يعني ما بكيفه البلوك زيرو يتجه إلى أي سيت، لا، حسب القانون أنه هو لازم يتجه إلى سيت زيرو، بلوك ون لازم يتجه إلى سيت ون، وهكذا. الطريقة الثانية كانت عشوائية، ما كان أكو تحديد. هذه الطريقة تشابه الأولى من هذه الناحية. أيضا نرجع للعنوان، العنوان يتكون من 16 بت، اللي هي 64 كيلو بايت المين ميموري. هذه 16 بت كيف تجزأ؟ أول جزء اللي هو 3 بت الأولى تعنون الوورد، لأن حجم البلوك وحجم السلوت هو 8 بايت، فهي 2 أس 3، أي 3 بت حتى تتعنون الوورد الواحدة أو البلوك أو السلوت. يبقى للسيت 6 بت. ليش ناخذ للسيت 6 بت؟ لأن هي 64، والأربعة وستين هي 2 للأس 6، فتحتاج 6 بتس حتى تتعنون، لأن عدد السيت هي 64 بت. يبقى من الـ16 بت 7، هذه السبعة هي إذا نجي نحسبها أيضا، اللي تسمى التاج 2 للأس 7 تعطيني 128. 128 بمعنى هي عدد البلوكس اللي ممكن أن تعين إلى ست محددة في أوقات مختلفة. يعني أنه أنا عندي 128 بلوك من هذه البلوكس ممكن توضع في سيت معينة، لكن في أوقات مختلفة. يعني سيت زيرو ممكن توضع بيها 128 بلوك محددة من هذه البلوكس، مثلا بلوك زيرو، بلوك 64، البلوك اللي بعده، وهكذا. ممكن هذه البلوكس اللي عددها 128 توضع في سيت معينة في أوقات مختلفة، نفس الحالة بالنسبة للسيت 1، وهكذا. يعني كل سيت توضع فيها في أوقات مختلفة مع عدد بلوكس هو 128 اللي هي تنتج من هذه التاج. نرجع إلى ملاحظة أخرى، هذه اللي مكتوبة باللون الأحمر. هذه الطريقة تشابه الطريقة الأولى في حالة، وتشابه الطريقة الثانية في حالة أخرى. إمتى تشابه الطريقة الأولى بشكل كامل؟ لو كان عندي عدد السلوتس في السيت الواحدة هو واحد، فهي راح ترجع تشابه الحالة الأولى حتى بالرسم. يعني إذا نرجع للرسم، الكاش هون تمتلك مجموعة من السيت والسلوتس، وكأنه عندي مجموعة من السيت تحوي سلوت واحد. فإذا نجي للطريقة الثالثة، يقول إذا كانت عدد السلوت في السيت الواحدة، يعني عندي سلوت واحد في السيت الواحدة إذا كان يساوي واحد، فراح تشابه الطريقة اللي هي الدايركت مابينج. فإذا كانت الـ I يساوي C، يعني أنه عدد السيتس هو نفسه عدد السلوتس اللي هي 128، والجي اللي هي عدد السلوت في السيت الواحدة هو واحد، فإذا نرسمها راح تكون عندي بشكل عمودي أو بشكل one dimension مثل هذه الحالة بالرسم الأول. يعني وكأنه عندي فقط سلوت والسيت هي واحدة فقط، ما عندي مجموعة، يعني ما عندي داخل السيت أكثر من سلوت، وإنما هو واحد. هذه تشابه الطريقة الأولى في من هذه الناحية. لو كانت الـ i تساوي 1 والـ j تساوي c، it reduces to associative mapping، يعني راح تشابه الطريقة الثانية. زين، إيش معنى i تساوي 1؟ وكأنه يفترض أنه عنده سيت واحدة فقط، يعني الـ i هي لأن عدد السيتس، فكأنه عندي سيت واحدة، سيت 0 مثلا، اللي هي بيها كل السلوتس، والـ j اللي هي عدد السلوت داخل السيت هو 128 اللي هو العدد الكلي. يعني نتصور الشكل وكأنه هذه سيت زيرو،
تمتلك 128 سلوت، وحتى وإن كانت مرسومة بشكل أفقي أو عمودي. وبما أنه هي سيت واحدة وتمتلك 128 سلوت، فالطريقة السابقة اللي قبل هذه إيش كانت تقول؟ أنه ممكن يجي أي بلوك يتجه إلى أي سلوت داخل الكاش. فهذه نفس الحالة راح تكون سيت واحدة، ومن يجي أي بلوك يتجه إلى أي سلوت داخل السيت، لأن بهذه الطريقة وجه التشابه مع الطريقة الثانية اللي هي الاسوشيتيف، أنه من يجي لبلوك زيرو ما يحدد هل إلى هو ذاهب إلى بلوك زيرو سلوت زيرو أو سلوت ون، هو يتجه إلى السلوت الفارغ، لكن فقط كان التحديد برقم السيت. لما يكون عندي سيت واحدة وكأنه هذه كلها سيت واحدة وتمتلك 128 سلوت، فراح يجي البلوك زيرو يتجه إلى السيت زيرو اللي ماكو غيره، ويلقي له أي وحدة من السلوت الفارغة ويخلي المعلومات بها. فبهذه الطريقة لما يكون عندي سيت واحدة وعدد السلوتس داخل هذه السيت هو كل السلوتس اللي هي 128 أو هو رقم سي، فبمعنى وكأنه أنا اختصرت الطريقة للطريقة الثانية اللي هي ما تمتلك قانون، أو بشكل عشوائي توزع البلوكس إلى السلوتس اللي داخل السيت.